الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. معكم أنيس مروش من قناة صادي بيت أنيس مروش. نكمل في دروس الوحدة الأولى، متابعة زمنية لتحول كيميائي مع سلسلة زمن نصف التفاعل الدي أم دومي. بعد ما قمنا في الحصة الماضية ببيان ماذا؟ بيان التقدم غير معرف بحالة النظام الدائم، أي من هذا الشكل، أي غير معرف بحالة النظام الدائم أو الحالة النهائية. جيد، الآن إن شاء الله نكمل مع فيديو جديد، فيديو لبيان كمية مادة ناتج، ليس التقدم، بيان كمية مادة ناتج. ما معناها يمد لي كمية المادة والبيان ما يفضش، معناها ما يروحش للحالة النهائية، معناها مش معرف بالنظام الدائم. جيد، لاحظ معي التفاعل، لدي تفاعل حمض الأوكساليك مع ماذا؟ مع شوارد الكرومات، يعطي لنا السيوتنين وشوارد الكروم. جيد، الآن السؤال الأول قال أوجد التقدم النهائي. نحن باستعمال الفرضيات، هالك المتفاعل الوحيد، ذلك المتفاعل الوحيد، نأخذ أقل قيمة كما قمنا به في إكس، ووجدنا 0.2 ملي مول، والمتفاعل الوحيد هو الH2S2O4 حمض الأوكساليك. جيد، السؤال الثاني قال عرف زمن نصف التفاعل، نعيد به للتذكير والترسيخ في رؤوسكم، هو الزمن اللازم أو المدة الزمنية اللازمة لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي، أي لما تي يساوي تي أندومي لدينا إكس عند تي أندومي ماذا يساوي؟ التقدم النهائي على 2، يعني اكس فينال 2. جيد، قال ثم عين، عفوا، اذا لاحظ معي ماذا؟ لاحظ، اذا ماذا؟ نقول نحل بما انه اعطاني بيان السيروتونين، ناتي بكميه ماده، اعطى لنا بيان كميه السيروتونين، اذا ناتي بكميه ماده، كميه ماده السيروتونين في لحظه، جيد، في لحظه من جدول تقدم ماذا تساوي؟ 6 اكس. جيد، لكن نحن بالطبع اكس بدلاله الزمن، الان نحن نريده عند تي ان دومي، اذا لاحظ معي لدي ان سيو 2 لما تي يساوي تي ان دومي ماذا يعطي لنا؟ 6 اكس عند تي ان دومي. جيد، ونحن نعلم ماذا؟ انه اكس عند تي ان دومي ماذا يساوي؟ اكس فينال، اكس فينال على 2، 6 على 2 تعطي لنا كم؟ تعطي لنا 3، ماذا يتبقى لنا؟ اكس فينال. جيد، اذا ان سيو 2 عند تي ان دومي تساوي ماذا؟ 3 في اكس فينال اللي هو ماذا؟ 0.2 ملي مول، اذا 3 في 0.2 ملي مول هي 0.6 ملي مول، اذا هذه كميه ماده غاز السيو 2 عند تي ان دومي. جيد، الآن قمت بماذا؟ قمت بانطلاق من العبارة الزمنية التي أتيت بها من جدول التقدم وبالتعويض عند تي ان دومي، اكس عدد تي ان دومي في اكس فينال 2، 6 على 2 3، 3 في اكس فينال، اكس فينال قد وجد، 3 في 0.2 0.6 ملي مول. جيد، الآن لاحظ معي، الآن في البيان 0.2 0.4 0.6، إذا هنا 0.6 والتي ماذا تساوي؟ ان سيو 2 عند تي ان دومي. جيد، اذا نسقط لناتي بماذا؟ لناتي بالتي ان دومي، اذا ها هو تي ان دومي مثلا 2 مثلا بالاسقاط على محور الازمنه، ناتي بالتي ان دومي كم؟ 2 مثلا. اعيد الفكره، في الحصة الماضية أعطى لنا بدأ بيان إكس، الآن لنا في هذه الحصة أعطيتكم بيان كمية مادة ناتج بحيث غير معرف بحالة النظام الدائم، أي الحالة النهائية لم تعطى لنا، لكن ماذا؟ لدي، قلت ماذا؟ لدي كمية مادة سيوتين في أي لحظة قمت بالإتيان بها من جدول التقدم، 6 إكس في لحظة تي، 6 بقيت 6 إكس، بما أنني عوضت بالتي أن دومي، عوضت بالتي أن دومي هنا، ونعلم أن إكس عند التي أن دومي ماذا يساوي؟ إكس فينال على 2، جيد، إذا 6 على 2 3، 3 في إكس فينال. اكس فينال قد وجد من خلال الفرضيات تاع المتفاعل الوحيد واوجدنا اكس فينال ماذا يساوي؟ 0.2، قمت بتعويض 0.2، 3 في 0.2 هي 0.6 ملي مول، صحيح ليس لدينا اكس فينال لكن ان سيو 2 عند تي ان دومي لدينا 0.2 0.4 0.6، اذا هذه ان سيو 2 تي ان دومي، اي بالاسقاط على البيان يمكننا الاتيان بالتي ان دومي مثلا 2 منيت في هذه الحاله. شكرا، اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذه الحصه، ان شاء الله نلتقي في دروس اخرى من سلسله التي ان دومي. السلام عليكم.